السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية. الإطارات، حفظ الإطارات بعد خروجنا من المواسم. كيف يتم حفظ هذه الإطارات؟ هناك طرق وأساليب يستطيع أخونا النحال أن يقوم بها من خلال هذه الطرق حفظ الإطارات للموسم القادم، حتى نوفر نحن معشر النحالين بعض الزليطات كما يقال، ولا نخسر هذا الشمع المبني، وخاصة إذا كان حديث البناء. أساليب وطرق حفظ الإطارات، محاضرة قيمة للأستاذ الفاضل الأستاذ رشدي زريقي من فلسطين، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أخي أحمد. أخي أحمد، بالنسبة لسؤالك حول كيف بدنا نحفظ الإطارات الزائدة عن الحاجة النحل، هي أفضل طبعا في طرق كيماوية تحدث عنها الأستاذ أبو عرب، وهذه لكن إحنا بدنا نجنب نحلنا المواد الكيماوية سواء كانت في مكافحة الفاروة أو في حفظ الإطارات الفارغة. البديل يعني عن المواد الكيماوية خصوصا مادة الفوستوكسين، وهي مواد سامة جدا وأصبحت شبه محظورة عندنا بفلسطين لأنه قتلت عائلات بأكملها. يعني في عندنا عائلة في منطقة كركلية، العائلة ماتت كلها، الأب والأم وثلاث أطفال ماتوا كاملا من نتيجة استخدامهم لمادة الفوستوكسين، فهي مادة خطرة جدا، يعني استنشاقها ولو للحظات له تأثير كبير على الجهاز التنفسي وبقية أعضاء الجسم. فحتى النحال يحافظ على سلامته هو أولا وسلامة نحله ثانيا، فيجب الابتعاد عن هذه المادة. فنستبدل هذه الطريقة الكيماوية بطريقة خلينا نسميها طريقة ميكانيكية، وإن يعني النحال يجيب له الفريزر اللي عادة يباع فيه المجمدات في محلات السوبر ماركت وبيعوا فيها البوظة، وهذه المجمدات سعرها يعني مش غالي، يعني بتكون مناسبة عادة للنحال إنه يعني يشتري له مجمد زي هيك. هذا المجمد يعني ممكن إنه يسع حوالي 100-150 إطار من إطارات النحل، فيشغل المجمد هذا عليهم لمدة يعني ما يقارب 48 ساعة، ولو زاد عن 48 ساعة طبعا ما فيش مشكلة، لكن لا تقل عن 48 ساعة. في هذه الحالة بتموت كل بيوض الحشرات الموجودة في الشمع سواء دودة الأث أو غيرها. بعد 48 ساعة نخرج هذه الإطارات ونعرضها للهواء الطلق، يعني تقريبا ساعة ساعتين حسب الأجواء وحسب درجات الحرارة، لأنه لما إحنا نخرج هذه الإطارات من المجمد بتكون درجة حرارة تقريبا ما يقارب 30 تحت الصفر، وبالتالي عندما نخرجها من المجمد سيتكاثف البخار عليها. فإذا قمنا بتغليفها وفي عندها والبخار هذا بيكون متكاثف عليها راح يتلف الإطارات، لذلك ننتظر ساعة ربما ساعتين ربما ثلاثة حسب درجات الحرارة ودرجة الرطوبة الموجودة في الجو. لما نشوف هذه الإطارات يعني جفت وما بقي فيها رطوبة، أنا شخصيا بضعها في العاسلات بحيث أن يكون بالصندوق الأول. الصندوق الأول بيكون صندوق تربية له قاعدة، ويحكم إغلاق هذه فتحة السروح بيحكم إحكام يعني قوي جدا، وما نركن على إنه نسكر هنا بإسفنج. فتحة السروح هذه يعني مش بالإسفنج، يعني يفضل إنك تركب فيها قطعة من الخشب أو الألكابوند أو أي مادة يصعب على الفأر هذا إنه يقرضها ويخترقها. إذا قرضها الفأر يعني بيكون عمل مشكلة كبيرة وكأنك أبو زيد ما غزيت،
بعمل مكان لفراشة العث إنها تدخل لهذه الإطارات وتدمرها كلها. في هذه الحالة طبعا يعني أنت بتحط الصندوق الأول صندوق تربية، وبعدها بتقدر تحط فوقه صناديق عاسرة، صناديق العاسلات المملوءة بالإطارات، حتى لو كانت من 5 طبقات 10 طبقات ما في مشكلة، من الأرض إلى السقف تقدر تحطهم بالغرفة. وبهذه الحالة لابد من أنه يعني نغلف هذه الصناديق كلها بنايلون التغليف الخاص في المطابخ، يعني اللي بيستخدم منه الستات في تغليف الطعام، برضه ثمنه رخيص ويعني بيعمل كثير، يعني بغطي كثير من هذه الطبقات. وبنترك هذه الطبقات مغلفة إلى أن يأتي فصل موعد استخدامها. طبعا حتى نضمن يعني إنه ما يظل في عنا بالغرفة، خصوصا يعني إذا كانت هذه الغرفة ممكن تكون يعني إذا لم تكن محكمة الإغلاق، يعني بنحاول إنها تكون محكمة الإغلاق قدر الإمكان، شبابيك مغلقة، باب مغلق. وفي عنا برضو في هذه الحالة ممكن إنه نستخدم المادتين لرش جو الغرفة، من ما رش على الإطارات أو على الصناديق. لا، إحنا بعد ما نغلف هذه الصناديق في عنا مادتين ممكن أن نستخدمها حتى نضمن إذا كان في نمل، في صراصير، في ديدان، في أي شيء في هذه الغرفة بدنا نقتله ونتخلص منه. في عنا مادة اسمها بيرمنجنات البوتاسيوم، هذه المادة اللي هي بيستخدموها أو بيعرفوها جيدا أصحاب مزارع الدواجن، دجاج اللحم والحبش، بحيث إنهم برشوه بعكموا فيها المداجن أو البركسات ما بين كل دورة ودورة. يعني أنا بخرج دورة بعكم البركسات هذه بهذه المادة، معروف يعني. لكن هذه المادة خطرة شوي على النحال، يعني بلزمها عند استخدامها بلزمها كمامة كيميائية أو كيماوية، وليست الكمامة اللي استخدمناها أيام الكورونا. لا، هذه بتكون كمامات خاصة لا تسمح بالبخار المادة هذه بأنه يتسرب إلى جسم الإنسان، إلا فيها فلاتر قوية تحمي الشخص اللي بده يستخدمها. هذه المادة كفيلة إنها تقتل كل شيء متحرك في أرضية الغرفة، بس يعني حشرات، أما بكتيريا وفيروسات وشيء من هيك ما بتقتلها، لكن هي تقتل الحشرات. وربما يكون لها تأثير على بعض البكتيريات، ما بعرف، ما عندي علم بشكل جيد، يعني ما بقدر أفيدك. يمكن المزارعين الدجاج والحبش يفيدوك أكثر في هذه الحالة، لكن يعني بما انه خطرة وبحاجة لانه استخدام الكمامات هذه، فاذا ممكن انه الانسان يستعيض عنها بمادة السبريم الصحي، وهذا معروف ومتواجد طبعا في الصيدليات البيطرية. ثمنه غالي شوي، يعني يمكن يوصل اللتر حوالي 20 دينار اردني، لكن مفعوله ممتاز جدا، بقتل كل الحشرات الموجودة، من صراصير، من نمل، من حتى لو كانت بعض الفئران الصغيرة ممكن انه يقتلها. طيب، هو مادة سامة على الحشرات، لكن هذه المادة ممكن يعني بيستخدموها الناس في لتعقيم المنازل، وتأثيرها يعني اسمه سبريم صحي. في سبريم بدون صحي، في سبريم صحي. السبريم الصحي اللي هو يستخدم في داخل المنازل، السبريم بدون، إذا ما ألحقت به كلمة صحي ممكن إنه يكون سام ويؤثر على حياة البشر، لكن السبريم الصحي ما له تأثير. فممكن إن نرش كل جو الغرفة في هذه المادة ونسكرها، ويبقى الحال على ما هو عليه حتى يحين موسم استخدامها مرة أخرى.